وللحديث عن آخر تطورات المشهد السوري معنا عبر الهاتف من اسطنبول باسل حفار، رئيس مركز إدراك للدراسات. سيد باسل، مرحبا بكم. بوتين قال إنه لا يستبعد شن عملية عسكرية شاملة في محافظة إدلب، لكن برأيكم هل ينهي تهديد بوتين كل التفاهمات بشأن إدلب؟ وما المصير المنتظر لمئات الآلاف من المدنيين داخل هذه المدينة؟ اهلا وسهلا بكم، تحيه لكم ولمشاهديكم الكرام. الحقيقه من الواضح انه التفاهمات مؤتمر افيتانا لم تنتهي الى النتيجه المرجوه، لم يتم الاتفاق على تشكيل لجنه دستوريه، ولم يعلن عن خطوات عمل واضحه فيما يخص المسار السياسي او الانتقال السياسي، ولا يوجد اي بت بقضايا عارقه كثيره ومؤجله مثل قضايا المعتقلين وقضايا هيكل النظام الجديد في سوريا وغيرها من الامور. وبالتالي لا يستغرب ان تلجا الاطراف المعنيه او المتدخله بالشان السوري لحلول خاصه، بمعنى حلول كل من طرفه، بمعنى كان تقوم روسيا مثلا بحل احادي الجانب يتضمن مثلا هجوم واسع على ادلب كما فعلوا في السابق على في مناطق اخرى في الجنوب او في حلب او في غيرها، او ان تقوم مثلا تركيا بالبدء بعمليات شرق الفرات ايضا ضمن اطار مسار احادي الجانب وما الى ذلك. ضمن هذا السياق نعم، من الوارد يعني اغلب الامور وارده، لكن بوتين نفسه عندما تحدث عن موضوع ادلب وانه من الوارد او لا يستبعد ان تكون عمليه في ادلب، هو ايضا تحدث عن ان هذا الامر قد لا يكون، يعني قد يكون واردا عسكريا لكنه بحاجه الى حسابات، هو يعني قال انه ليس الان على الاقل. طيب، ونفس الامر بالنسبه لتصريحات مسؤولين في وزاره الدفاع الروسيه البارحه واليوم. نعم سيد باسل، المعارضة أكدت أن النظام يعني لا يزال يمارس سياسة المماطلة كما في الجولات السابقة. طيب ما الجدوى من هذه المحادثات وماذا تنتظر المعارضة؟ هو كان المفترض أنه كان هناك أولا جزء من تحميل المسؤولية للمعارضة نفسها، وما زال بوتين اليوم قبل قليل حمل المعارضة في الصين. طيب، حمل المعارضة السورية التعثر الحاصل. كان هناك جزء من تحميل المسؤوليه للمعارضه، وجزء من تحميل المسؤوليه كان هناك الى اوضاع النظام. كان المؤمل من هذه الجوله ليس من قبل المعارضه لكن مؤمل دوليا انه النظام في ظل الضغط الذي يعيشه ان يعني يرضخ لمساله المضي في العمليه السياسيه، وهو كان قد ابلغ المبعوث الدولي بيدرسون انه وافق على تشكيل الدستور وسحب اعتراضه على الاسماء المطروحه بالنسبه للجنه تشكيل الدستور. لكن يبدو انه خلال اللقاء في اسيتانا هناك خلافات على ما بعد تشكيل اللجنه وعلى المسار السياسي بشكل عام وعلى المواقف الرئيسيه، وهذا غالبا ما كان يعثر طوال الفتره الماضيه وسيعثر اي لقاء او يعني اي جهد لحل سياسي في سوريا، طالما ان مصير النظام ومصير كثير من الملفات العارقه يتم تاجيلها من وقت لاخر، لا يمكن الاتفاق على التفاصيل وتوقع ان مجرد الاتفاق على التفاصيل سوف يفضي إلى حل حقيقي للنزاع في سوريا. طيب سيد باسل، الجميع يتحدث عن فشل مباحثات أستانا، لكن على من تعولون من أجل إنجاح هذه المحادثات؟ على الدول الضامنة مثلا؟ لا، هو لا أحد يعول أصلا، على الأقل فيما يخصني يعني، أو أنا لست متحدثا باسم المعارضة مثلا أو ما شابه، لكن بشكل عام لا، ليس هناك تعويل على مسار أستانا بقدر ما أن هناك توافق دولي على المضي في مسار أستانا، فلا يملك السوريون والمعارضة إلا التفاعل مع هذا المسار، ليس لانهم يعولون عليه ولكن لان هناك توافق دولي على المضي به، ولا يمكن ان تسير المعارضه السوريه لوحدها عكس التيار الدولي بالكامل ان يعني تتصادم مع كل المجتمع الدولي، لكن المعارضه السوريه في مناسبات كثيره قررت وبينت واصدرت بيانات ان هذا المسار لا يبدو انه يسير بشكل صحيح وان هناك مماطله وان هناك اشكالات وانه لا يمكن التعويل عليه، ودعت للجوء او العوده الى الملفات الاصليه ومناقشتها فيما يخص رحيل الاسد وفيما يخص المعتقلين والمناطق المحاصره وغيرها. لكن الدول والمجتمع الدولي قدموا نوعا من الخطه التي تقضي بالمضي في التفاصيل قبل الملفات الاساسيه، وقدموا انفسهم كضامنين، الاتراك والايرانيون والروس قدموا انفسهم كضامنين لتقديم حل وفقا لهذا التسلسل، ويبدو ان هذا الامر لم ينجح. طيب سيد باسل، يعني تماشيا مع ذلك، ربما يعني الجيش السوري الحر أعلن تأهبه لعملية عسكرية محتملة في مناطق شرق الفرات، كيف ترون توقيت العملية موازيا للمباحثات في أستانا؟ هل تعتبر ورقة ضغط بيد المعارضة هذه؟ هي ليست يعني جديدة، والتوقيت أيضا أعلن عنه منذ فترة طويلة وفي كل مرة يتأجل بسبب إما توازنات سياسية أو ميدانية معينة مرتبطة بالعلاقة التركية الأمريكية أو مرتبطة بالروس أو مرتبطة
أشياء أخرى، لكن بالتأكيد فشل مسارات الحل السياسي المفترضة أو التي يدعو لها المجتمع الدولي وغيرها مثل أفريكانا وغيره، هو يصعد من احتمالية المضي بهذه بالمسارات البديلة اللي هي مثل المسار المضي في شرق الفرات أو المسارات أخرى. باسل حفار، رئيس مركز إدراك للدراسات، شكرا جزيلا لكم.